أنا الدكتور معاذ وليد أبو الفرج، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير وجراحة السمنة وجراحة الرجل الآلي المعروفة بجراحة الروبوت. تخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز وعملت تدريبي في مانيتوبا بكندا في الجراحة العامة، وحاصل على البورد الأمريكي والكندي، وعملت تخصص الدقيق في فيلادلفيا بأمريكا في جراحة السمنة وجراحة المناظير وجراحة الروبوت. أفتخر بكوني من فقيه.